ناس مسحوقة فد مرة وناس ما عندها وساكنة بيوت الإيجار وساكنة بيوت التجاوزات، قسم عالم حتى مأجرة هنا بالتجاوز ب30,000 وب40,000 من اللي ما عندها، وهذا يعني ما يخدم الدولة اللي هو دا يجيبون 4 سايدات من هاي المكان من نص الأحياء السكنية، يجيرون السايدات من غير مكان. اللي يسوي سايدين. أو يسوي سايدين الفرع اللي هو يريد يسوي بيه 4 سايدات، هذا الشارع يتحمل يسوي بيه سايدين. سبت وقفتنا نحن قاعدين تجاوز وما عدنا، ولو ما منظم ما جينا قعدنا تجاوز، ها؟ وعدنا كهرباء وعدنا مية وجايين يريدون يهدون على غفلة البيوت علينا. ونحنا مدة 10 أيام وجابوا لنا وصولات وما استلمنا الوصولات وعدنا شهداء وعدنا معوقين وأني وإلادي 2 واحد شهيد وواحد مفقود ما عندي أحد قاعدة أربي أيتام وإلاد بنتي وإلاد أمتي وطلاب وامتحانات وكله وزاري والدنيا باردة ونحن وين نروح؟ نحن مع عراقيين. تبلغنا بأنه الدولة راح تقيم مشروع شارع 60، وكان بإمكان الجهة المنفذة والجهات الرسمية القائمة على تنفيذ المشروع كان بإمكانهم أن يحولون هذا المشروع على خلف الدورة السكنية. الدورة السكنية بالمنطقة يبلغ تعدادها من 500 إلى 700 منزل تقريبا بهذا الحدود، وغالبية الناس اللي ساكنين بهذا المنطقة هم ناس ضعفاء، ناس فقراء، ناس مسحوقين، طبقة فقيرة، وإلا هم ليش جو سكنوا بالمنطقة منطقة تجاوزية. يوم الأشتغل أكل والما أشتغل ما أكل، يعني عيجي رأس الشهر أنا أطلع مطلوب زين شلون؟ إحنا يومية جايتنا البلدية ووصولات وهويات وما أعرف إيش، يضحكون علينا، والبارحة جايين علينا منطينا مهلة 10 أيام، زين وين تروح بهاي ال10 أيام والدنيا شتاء؟ هذا شو داعي؟